صباح الخير على الجميع، صباح يوم جديد، على أمل هذا اليوم يكون سعيد وين ما كنت تشاهدنا من داخل الدوحة أو من خارجها. يكفي أنك تكون سعيد ولا تنتظر هذه السعادة تأخذها من أحد، لأن الأيام اللي تمر علينا تحتاج منا أن احنا نعطي غيرنا القوة ونعطي الغير كلمة حلوة. صباح الخير يا مشاعل. صباح النور يا محمد، اسعد الله صباحكم مشاهدينا بكل خير. نطلع عليكم في نهاية الأسبوع، إن شاء الله يكون أسبوع موفق، وإن شاء الله تكون فقرات اليوم فقرات رائعة وتنول على رضاكم. اليوم احنا اخترنا أنا وزميلي محمد أن نتكلم عن موضوع شفناه في الآونة الأخيرة شائع بين الناس، وهو عن الكذب الأبيض. دائما في ناس في معاملاتهم وعلاقاتهم المختلفة يلجؤون لهذا الأسلوب، في بعضهم يعتبره معقول للحفاظ على العلاقات الودية مع الآخرين، وفي ناس يشوفون أنه يعني نص تجاوز الحقيقة، نعم، وضعف شخصية. في رأيي أن الكذب هو كذب. الله سبحانه وتعالى قال هالخصلة هذه ما تكون في المؤمنين، ودائما وصف فيها المنافقون. ودائما مرتبط الكذب في الآيات القرآنية، دائما مرتبطة بعدم الفلاح. وينكتب الإنسان الكذاب، ينكتب عند الله كذاب. فالعياذ بالله، الكذب تغيير للحقيقة، فليش ما انكتب عند الله الصادق؟ في كذبة عن كذبة تفرق. سأليني شلون؟ إيه شلون؟ لأن في بعض الأحيان الإنسان علشان يحافظ على مزاجه الرايق، وعلشان تحافظ على علاقتك مع الناس، كذب، ولكن لا تعتبر الكذبة اللي ممكن تغير علاقتكم للأسوأ، أو تغير يمكن طبيعة البشرية. احنا نقول علشان تعيشون في أمان. فالكذبة البيضة ككلمة ممكن تقولها فلان تعزه، اي أعزه، أحترمه، فمش لازم تعطي الجواب الصجي. هذه الكذبة اللي تعتبر علشان يكون في سلام بشكل عام، علشان ما توصل لمرحلة من الخسارة. يعني نفس ما ننسأل دائما شلونك، فتجاوب بخير، ولكن هل أنت فعلا بخير؟ يمكن تمر في مشاكل، في ضغوط، فتقول الحمد لله، تكون أهون. فلا تعتبر هي كذبة، هي تعتبر كلمة علشان تعيش في حالة من السعادة. أنا في رأيي أن الكذب إذا كان ما يضر، بمعنى أنه يعني ما يدخل تفاصيل ممكن هي تضر الآخرين، هذا كذب. بس إذا أنا ما أضطر أن أنا يعني أضر اللي حوالي أو أضر نفسي، مثل ما أنت قلت شلونك أنا بخير، فتكون هاي بروتكت أو حماية أو كوتينج حق المشاعر، حصانة. أي حصانة حق المشاعر. لا، أنت قاعد الآخرين، يعني مثلا أنت شايف حد مريض، فأنت تقول له والله وجهك اليوم أحسن، الحمد لله صرت بخير. فهذا أنا ما أشوفه كذب، أنا أشوفه أنت قاعد تحافظ على مشاعر المريض عشان يصدق كلامك، فيصير بالتالي بخير. أنا ما أشوف هذه كذب، يعني نسميه أي اسم ثاني. أنت لو حد سألك شلونك، فالجوابك المعتاد شنو يكون؟ الحمد لله. لا غيرها؟ لا والله كله أقول الحمد لله. لا غير الحمد، الحمد أولوية، لكن بخير، تمام، الأمور طيبة، الحمد لله بخير. اي، ولكن ممكن الجواب الاصلي او الصج اللي بداخلك يكون عكس تماما. امورك ممكن ما تكون بخير، او امور الشخص اللي ينسال. ففي بعض الكلمات اللي نقولها علشان نحافظ فيها على التوازن وعلى الثقه بالنفس اللي عندنا. صح. لان مو بكل شيء، ليس كل ما يعرف يقال. هذا ايضا ينعكس عندنا كمبدا عندنا في الاعلام. يعني اعلاميا احنا في بعض الكلمات مش كل كلمه نعرفها نقولها، فلا بد أن تأكد من صدقها وحقيقتها. صحيح صحيح، موضوع جدا حلو، ونتمنى بعد المشاهدين يشاركونا في هذا الموضوع. أكيد ناخذكم الحين مشاهدينا إلى أولى فقراتنا مع الصحف المحلية، وأول خبر من جريدة الشرق. مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار أميري بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. ترأس معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز الثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الاجتماع العادي الذي عقده المجلس ظهر أمس بمقره في الديوان الأميري. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها الموافقة على مشروع قرار أميري بإنشاء جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. وتهدف الجامعة إلى تزويد الدولة بالمتخصصين والفنيين والخبراء عن طريق إعداد وتخريج كوادر متخصصة من حملة المؤهلات الجامعية بكافة درجاتها.
مدربة تدريبا أكاديميا تطبيقيا وتقنيا ومهنيا في المجالات التي تفي باحتياجات المجتمع والمؤسسات الحكومية والقطاعات المختلفة بما يحقق أهداف التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة. كل التوفيق أكيد لهم، واللي يحب أكيد أنه يلتحق بهذه الجامعة فالجامعة أكيد ترحب بكم. وننتقل لخبر آخر يتعلق بانتقالنا من مكان إلى آخر. نعم. شنو؟ احتراز. احتراز يعني يطبق مزايا جديدة لوزارة الصحة العامة أيضا عن إطلاق وجود أمور جديدة في احتراز والتحديث مزايا حديثة فيه، والتي على رأسها ظهور البطاقة الصحية وتاريخ آخر فحص، وأيضا نتيجته وكذلك تاريخ التعافي في حالة الإصابة بفيروس كورونا. من الإضافات أيضا الجديدة ظهور الإطار الذهبي للحاصلين على جرعتي التطعيم مع اختفاء الكلمة اللي هي vaccinated أو مطعم. طبعا لو بنسأل ليش هذه الأمور الجديدة، لأن الأشخاص اللي ممكن يدخلون القهاوي أو المطاعم يجلسون فيها هو من نصيب من؟ من نصيب الحاصلين على اللقاح، وبالإضافة إلى ذلك الأشخاص اللي انصابوا خلال الفترة الأخيرة لمدة 9 شهور. إذا أكثر من 9 شهور كنت مصاب فما تقدر أنك تحصل على نفس مزايا الشخص اللي عنده اللقاح. فإذا ما كنت مطعم أو vaccinated تقدر أنك تكون حاصل على شهادة تثبت أنك كنت مصاب الفترة الأخيرة بما لا يجاوز 9 شهور. نعم، ونتمنى أكيد الوقاية من هذا الفيروس باتخاذ الإجراءات. إن شاء الله نتمنى الشفاء العاجل لمن أصيبوا بكوفيد إن شاء الله. خبر الثالث معنا من جريدة العرب، انتخاب رئيس قسم المختبرات الطبية بمؤسسة حمد لعضوية إحدى وكالات منظمة الصحة العالمية. انتخبت الدكتورة إيناس الكواري رئيس قسم المختبرات الطبية والأمراض بمؤسسة حمد الطبية عضواً في المجلس العلمي التابع للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، وهي وكالة متخصصة في هذا المرض تعمل ضمن منظمة الصحة العالمية وتهدف إلى تشجيع التعاون الدولي في مجال أبحاث السرطان، وتضم 27 دولة. وستكون مدة انتخاب الدكتورة إيناس في هذا المنصب المرموق 4 سنوات، علما أن دولة قطر تعد واحدة من دولتين عربيتين فقط ضمن عدد من الدول الأخرى ممثلة في هذا المجلس العلمي الذي يتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها. كل التوفيق أكيد للدكتورة إيناس، ونعتبرها فخر أكيد لدولة قطر. أكيد فخر لما الدوحة توصل عالمياً من جانب الصحة كمثال، ولأن الصحة اليوم تعتبر أمر مهم جداً بالنسبة للعالم كله طبعاً. ولا يكون حصراً على بلد معين. فعسى دائماً الصحة تكون حاضرة عند الجميع. وأيضاً جريدة الوطن حافز وهو الحضور الجماهيري، فلا شك أن الحضور الجماهيري في مباراة اليوم مهم، وكذلك المقبلة أمام المنتخب العماني دافع قوي للاعبي منتخبنا الوطني علشان يقدمون أداء جيد، ويسمح لهم أيضا بوجود بطاقة الصعود المباشر لكأس آسيا 2023. ويأتي هذا الأمر بعد ما أعلنت اللجنة المنظمة للتصفيات الآسيوية المشتركة إقامة المباريات بحضور جماهيري بنسبة 30%، حيث تنطلق مباريات المجموعة الخامسة التي ستقام كلها بنظام التجمع بالدوحة في الفترة من 3 إلى 15 يونيو الجاري، ويستضيفها أستاد جاسم بن حمد بن نادي السد، وذلك تماشياً أكيد مع إجراءات وزارة الصحة العامة ومع الخطة اللي نمشي عليها هالفترة، الرفع التدريجي للقيود على عدة مراحل علشان نحد من انتشار هذا الفيروس. خبر جميل لما الجمهور يعود من جديد بالنسبة للمباريات. نعم أكيد هو اليوم راح يبدأ إن شاء الله بإذن الله. خبر سار طبعا من جريدة لوسيل. رئيس أياتا، بيانات اختبارات كوفيد-19 تدعم تخفيف قيود السفر. كثف الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا أمس ضغوطه على الحكومات لتخفيف قيود السفر، مشيرا إلى أن بيانات اختبارات كوفيد-19 في المملكة المتحدة تظهر تدني الإصابات بين المسافرين الوافدين. وقال المدير العام للاتحاد، تخبرنا هذه البيانات
وأضاف قائلا أنها لم تعد هناك حاجة إلى القيود الشاملة المفروضة على الناس. هذا طبعا خبر مبشر أن الحمد لله افتكت القيود في بريطانيا، خصوصا للي يحبون يسافرون في الصيف في بريطانيا. فإن شاء الله يا رب الفال لجميع الدول والعالم كله، ونطيب من هذا المرض إن شاء الله من كوفيد. هذا لو بسافر، يعني قلت لك من كم يوم ودي أسافر روسيا، بلاد فيها طبيعة، وأنت بعد كنت مسافرة من فترة، لكن هالمرة لو فعلا بسافر بروح اليابان. ليش؟ لأن اليابان، ومن جريدة الراية تتكلم عن اليابان والمتحف اللي راح يكون موجود. نينتندو تقيم متحفا لألعابها في اليابان، أعلنت هذه الشركة اليابانية العملاقة لألعاب الفيديو بالأمس أنها في صدد إقامة متحف لها في اليابان لعرض عدد كبير من الألعاب التي أنتجتها ومعاملها على مدى أكثر من 130 سنة. ويقع هذا المتحف الذي لن يفتتح قبل سنة 2023 و2024 على بعد كيلومترات قليلة من وسط مدينة كيوتو، حيث المقر الرئيسي للشركة، وأطلق على المشروع مؤقتاً اسم نينتندو جاليري وفقاً لبيان المجموعة الصادر باللغة الإنجليزية. ورح يضم عدد كبير من المنتجات اللي أطلقوها نينتندو عبر تاريخها، وهي وسيلة لتمكين الجمهور المحب لها أنهم يطلعون على هذا التاريخ اللي يميل لهذه الشركة أكثر، والمنتجات أو فلسفة الشركة. يعني الكل منا له ذكريات طفولة بالذات مع هذه الشركة أو هذا الاسم، يعني جيم بوي، دي إس، وفي يعني أجهزة كثيرة. قبل كنا جينا ناخذ هدية حق الطفل، أنا لحين أذكر أنه لما كنت في المستشفى في 2005 كانت هدية لي لما سويت عملية اللوز، جابوا لي من نفس الشركة هذه. زين، الحمد لله في فرصة أنك تروح في 2030. أني أروح نفس المتحف؟ إيه؟ إن شاء الله، إذا الله أحيانا. إن شاء الله. تفضلي. إحنا اليوم يعني بما أن الخميس وأكيد الجو حلو، فأكيد السمك، أكيد الصيد بيكون وفير إن شاء الله. لازم بحر. لازم بحر. بس قبل البحر نشوف الأرصاد، إذا واحد ناوي ينزل أو أنه يصيد يشوف 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 الجو شلون صاير. نعم. لكن زميلنا خليفة رميحي يمتعنا دائما بأنه ينقلنا إلى سوق السمك، فنقول له صباحك سعيد. اليوم متواجدين في شبرة أم صلال علي، الشبرة الرئيسية للسمك. خلونا نشوف أول محل هني ونشوف أسعار الأسماك عنده ونشوف من وين مصدر بضاعته. تعال هنا، الله يخليك، كيف حالك؟ تمام؟ تمام. ربيب؟ ربيب 18. مال وين؟ مال البقرة. مال البقرة. جيش؟ جيش 18. 18 مال وين؟ بقري بقري. هذه الوكرة، هذه السمك اللي عنده كلها تقريبا من الوكرة. الشنعد على كم؟ الشنعد هذه 35. خباط على كم والشنعد كبير على كم؟ كبير هذه 30، هذه 35. خباط. خباط 35؟ 35. والكبير؟ كبير 30. 30. هامور اليوم كم؟ هامور 55. 55. بالول كم؟ بالول هذه 55 ريال. 50 ريال بالول؟ يعني بالول صغير صراحة، لكن يقول ب 50 الكيلو. يقول ب 50. الهامور على كم؟ 55. 55 بعد مرتفع، مرتفع صراحة. صافي مال وين؟ صافي دوها. والله راهي وكبار. أخ شوكتة مو بشوكة. هذه صافي وين؟ الوكرة بعد؟ دوها دوها. من هذا النوع الصغير على كم؟ هذه 35. 35. وهذا النوع؟ هذه نفس هذا 35. بعد 35 بس هذاك أكبر. هذه مخلوط، هذه سيل كبير مخلوط. مخلوط بين هذا وهذا؟ هذا. يقول مخلوط، مشكور. خلوني أشوف هذا المحل. تعالي يا حجي، تعالي يا حجي شوي، تعالي الله يخليك، تعالي بسرعة شوي. كيف حالك؟ كان عد على كم؟ كان عد 35. 35؟ اي 35. صافي على كم؟ 20. 20. مال وين؟ هاي مال لانج، هذا مال الدوحة. مال الدوحة. مال لانج يقول، يعني معناته قراقير، يعني هذا قرقور مش جال، قرقور. لكن سمين والله، سمينة إذا ما تطول في القرقور سمينة. على كم قلت لي؟ 20. 20. هذا الجامبو على كم؟ هاي 80. 80 اليوم بعد مرتفع. الربيان اليوم الباكستاني بعد مرتفع. آخر كم؟ هاي 80. آخر 80 يقول. ستاكوزا؟
هاي 60. هذا النوع من الربيان؟ هاي 70. تعال خلينا نشوف الجامبو الوسط على كم؟ هاي 65 هذا. 65؟ ايه. اخر؟ اخر. 60 ما يصير؟ لا 65. ما يصير يقول، هذا النوع؟ هاي 50. 50، تعال خلينا نشوف السيباس. السيباس مال وين؟ سيباس تركي. تركي، على كم؟ 30. 30، يعني تقريبا السيباس هو المستغر في الاسعار تقريبا. هذا النوع من الربيان؟ هاي 38. 35 هنا. هذا 35 38. يعني كاسروه، اللي بي السوق يكاسر، سوق السمك كل ما تشتري اكثر من الكيلوات كل ما قل السعر. وهذا النوع على كم؟ 35. 35، نيسر على كم؟ نيسر 8. هذا كراري؟ كراري ياسر. مال وين؟ مال الدوحة. مال الدوحة، الشاري؟ شاري ياسر. 10 ريال، شكرا لك، خلوني انتقل محل اخر واشوف، خلوني انتقل محل. انا كان ودي والله بعض الانواع يعني اركز عليها من السمك، لكن خلوني تعال هنا يا حجي، تعال الله خليك. روح 20 ريال. مال باكستان؟ ايه مال باكستان. طبعا روح، انا يعني صراحه من السمك اللي شفناه جديد في السوق. كم قلت لي اخر؟ 20 ريال. 20 ومسجل هنا 25، لذلك احنا دائما نقول اللي يجي الكبره يفاصل في السعر حتى يوصل للسعر المناسب، واذا شريت اكثر من كيلو اكيد راح انزل لك صاحب المحل. طيب سبريم على كم؟ سبريم 30 ريال. تركي بعد؟ اي تركي. خلينا نشوف البياح، هذه السمكه الكل يحبها، هل قطر، مقيمين قطر، ايضا حتى الاجانب والجنسيات الغير عربيه تحب هذه السمكه، على كم؟ 30 ريال. سمان على كم؟ سمان 24. 24. الكوبر 10 ريال، والكبار 13. الكبار 13. كراري على كم؟ كراري 10 ريال. 10 ريال الكراري. بسكر 12. بسكر بنت ناخذ 12. 10 يمشي؟ لا 12 ياخذ. ما يمشي 10؟ لا ما يمشي. اذا واحد بياخذ 5 6 كيلو 11 ريال ياخذ. 11 اذا بتاخذ اكثر من 5 كيلو يقول. الشاري على كم؟ شاري 12 ريال. احمد سولي على كم السولي؟ لا هذا سولي عربي. 12 ريال. 12 ريال، مشكور يا اخوي. دائما نقول في نهايه الاسبوع ان شاء الله تكون سفره هالقطر سفره بحريه، ونقول عليكم بالعافيه، وفي نهايه الاسبوع اجازه سعيده للجميع. يعطيك العافية زميلنا خليفة الرميحي، أعطيتنا جولة حلوة هالشكل في سوق السمك، حق اللي يفكر أنه يشتري سمك أكيد يتابع فقرة خليفة الرميحي في برنامج فيضحة. ناخذكم الآن أعزائي المشاهدين إلى أولى فقراتنا مع ضيفتنا مشاعل الحجازي، اللي هي المصورة الفوتوغرافية اللي صورت وشاركت في عدة مهرجانات أو عدة معارض بالأصح، في عدة إن شاء الله يا رب تكون تشارك في مهرجانات فن مع علم مع دراية مش قاعدة تسوي. فبنتعلم اليوم من مشاعل من كاميرتها شنو المقصد من وراء هذه الصور. مشاعل حجازي صباح الخير، شرفتينا برنامج فيضحة. هلا مرحبا، حياك الله. حياك الله. أكيد أختي مشاعل، بالبداية ودي أتكلم عن نقطة كنا نناقشها قبل الهوى وعن التصوير، كنا محبين للتصوير، فتقول أن الرسالة مهمة مش الهدف أني أنا أطلع بصورة حلوة، ليش؟ يمكن لو رجعت من البداية، أنا يمكن بديت تصوير وجمعية التصوير الضوئي وكذا من 2007، وكنت أصور وقتها الديجيتال والناس الكل يصور الفيلم. لا وقتها الديجيتال في 2007. فوسط كل هالزخم لقيت أن أنا وين، أنا ضايعة، الكل يصور حلو. فوقفت لأني ما لقيت نفسي. بعد سنين لأن هالشغلة يعني موجودة عندي، حبيت أني أرجع، بس أنه أبغي أرجع بهدف، أبي أرجع برسالة بشيء مختلف. نعم. هني بديت أبحث في عالم التصوير الضوئي، تاريخه، جذوره، فرجعت شوي للكاميرات الفيلمية، للطباعة بالطرق القديمة، وفي نفس الوقت أنه أوكي أنا بصور، بس لازم يكون تصويري مش بس البحث عن صورة جمالية وصورة حلوة، لأن اللي موجودين على الساحة ما شاء الله جدا متميزين، والكل يحط فلاتر ويعرف يصور وإدت وشاطرين وايد، لكن الفكرة أن يكون في رسالة، يكون في هدف، يكون في مشروع أنت قاعد تشتغل عليه.
فهذه الفكرة من شغلي، أنا ما أدور جماليات الصورة قد ما أشتغل على الموضوع. فمثلا من 7 سنين تقريبا حاليا أشتغل على بروجكت، هو البروجكت الكبير، المشروع الكبير اللي أشتغل عليه اسمه توثيق. الهدف منه توثيق قطر والأحياء القديمة فيها، وقطر بشكل عام بس بطريقة آرت شوي، وطريقة مختلفة. الهدف أني أبغي أخلي إرث مختلف للأجيال القادمة. ومن هالمشروع بدأت تنبثق مشاريع صغيرة، منها طبعا المشروع اللي حاليا موجود في مطافي، سميته مرار، وهي تكلم عن أبواب مشيرب، وهو يتكلم عن حقبة زمنية في اللي هي أيام طفولتي في مشيرب. وحاليا المعرض اللي على وشك انه يخلص بيت ام ويلولوة. هذا مشاعل، انا وايد فخوره فيك، انت يعني نموذج مشرف للبنت القطريه اللي حابه ان تبين قطر بعين فن. يعني ما شاء الله انت قاعده تبينين قطر بعينك انت، اللي هي ممكن اي حد يشوف قطر يعني او اي منظر يشوفه بمنظرنا منظر عادي، لكن انت تبرزين جمالياتها. ما دام انت عندك هالهدف وانت تخصصك اداره اعمال، يعني شلون ربطتي بين اداره الاعمال وبين التصوير الفوتوغرافي وحطيتي بنكهه قطريه متميزه؟ من كان وراء هذا الدافع الجميل اللي وصلتي له؟ والله شوفي، يمكن تخصصي كدراسة وشغل لأنه بعيد تماماً عن التصوير، يمكن خدت التصوير كهواية كمنفذ شوي أبتعد فيه عن استرس الشغل والحياة بشكل عام. لكن أكيد دراستي وجودي في المجال المالي انعكس أكيد على شغلي، يعني من ناحية الدقة والالتزام هذه وايد مأثرة فيني، فيخليني يعني حتى هذه الكلمة اللي دائما أقولها حق الشباب اللي طالعين حاليا، خليك ملتزم في شغلة معينة، اشتغل عليها عدل، مش لأن أنا بأشتغل عشان أصير أحسن من فلان، لا، أنا قاعدة أتحدى نفسي. صح، نفسي بس. أيوة، ويكون عندك هدف. نعم. أنا ما أصور المجرد أن أصور أو أكسب لايكات وكومنتات أو أكسب لايكات مثلاً، هذا آخر همي. صح. في الأخير عندي رسالة وأبغي أوصلها، وسبحان الله على قد ما الواحد اجتهد على قد ما يلاقي، يعني مثلاً ولله الحمد، يعني شرفتني الشيخة المياسة بنت حمد في معرض أم ويلولوة، يعني بالرغم من شوي الفترة اللي طافت صادنا أحباط بسبة إغلاقات بسبة الكورونا، فما قدرت أن أدعو دعوات عامة الناس، لكن وجودها في المعرض ودعمها كان أمس وملاحظاتها يعني كانت صح، يعني مش غريب، رفعتني فوق، وما شاء الله مش غريب عليها. يعني الشيخ المياسة بنت حمد هي داعم أساسي للشباب اليوم. ليش؟ لأن ما يعني تعودنا دائما أن هي تكون حاضرة في قلب الأحداث الفنية أو في قلب المعارض إذا كانت موجودة من ناحية التصوير، فهذا ما نحتاج له دائما، الدعم المتواصل، وبالذات لما نشهده من الحكومة الرشيدة. أهنيك أن عندك كاميرا لايكا. هذه فنانة في أنها تطلع نتيجة في التصوير. خليني أتكلم أكثر، شلون قدرتي من هالكاميرا أنك تحيين بيت قديم مثل بيت أمي لولوة اللي عاشت في بيت وصار مهجور اليوم، شلون أنت بكاميرتك أحيتيه مرة ثانية؟ أوكي، هو كانت الفكرة بيوت تراثية، إيه؟ بيت تراثي. هذا هو؟ أيوة، بيت تراثي قديم في منطقة النجادة، تم ترميمه، وكانت الفكرة إعادة إحيائه. فلما انعرض علي أني أقدم مشروع في هذا البيت، طبعاً أول ما دخلت البيت في أول زيارة لا عرفت بالضبط أنا إيش راح أسوي، خصوصاً أن أنا يعني شغالة في المنطقة اللي حوالين الفريج أصور من أكثر من 7 سنوات، فأنا راصدة حتى التغيير في المنطقة. فكانت الفكرة أوكي أن هذا بيت تم ترميمه، بيت لأسرة قطرية، الفكرة أني أعيد أحيي بطريقة فوتوغرافية. فجبت أسرة قطرية، ولأن هذا المشروع اشتغلت عليه في فترة الكورونا في 2020 تقريبا، خذ منا سنة، ولأن الظروف الكورونا وكذا، فاخترت محيط الناس اللي حوالي أكثر، يعني أغلب اللي صورتهم هم أهل وأصدقاء ومعارف،
علشان لسهولة أني أدخلها منديل في الاستوديو. وبعد كان لأن عندي هدف ثاني، أن مثل ما قلت البيت بسيط، فالبورتري اللي أبي أخذه للناس أبيه يكون بسيط وأبيهم يكونون مرتاحين أساساً وأهم شغالين. خلي أعرضهم موجودين موجودين موجود. لا يعني قالت لي المنتجة أن فيه شخصيات أنت صورتيها، كلمينا نعم. أكثر عنها. نعم مثل هذه. أيوة مثلاً هذا أحد الأطفال اللي صورتهم. الفكرة أن البيت مقسم لغرف، ففي غرفة غرفة المجلس كان فيها رجال البيت، هذه المجلس. فتلاحظ أن الصور يعني اعتمدت البساطة فيها، فالخلفية كلها موحدة، الحجم كله موحد. صح. الناس يدوب أنا ماخذة لقطة، يعني في هاللحظة هم ناسين أنهم في استوديو كاميرا. هذه اللحظة هي اللي التقطها، لأن الفكرة أن أبيهم يكونوا مرتاحين لأنهم قاعدين في البيت. فهذه واحدة من الصور. وفي طبعاً غرفة الأم اللي هي فيها الجدة والأطفال، ونفس الشيء يعني يمكن اتبعت أسلوب موحد شوي، أسلوب بسيط. هذا أحد الصور اللي في المجلس. هاي ريالتي ريالتي. أيوة يعني واقعي. في الأخير هو مرتاح، نسى الكاميرا وبدأ يسولف ويضحك، وهني أخذت اللقطة يعني. نعم. وطبعاً سميته بيت أم ميلول، ولأن في الأخير أنا مثل ما قلت هذا بيت مهجور وقديم، فأبغي أرجع لها الحياة. الأم هي عمود البيت، الأم تعطي روح للبيت، وهي اللي تلم أفراد البيت، فحبيت أنه يكون له مسمى، فبيت أم ميلول. ميلول طبعاً اسم قديم ومعروف وأصيل، فحبيت أنه نعم. يكون هذا عنوان مشروع. اختي مشاعر السميه، انا شفت من خلال تصويرك انه ينتقص الى العنصر النسائي، وخصوصا العنصر النسائي جدا مهم خصوصا في بيت ام ميلولوة. اكيد الام هي اللي تلم الشمل، فوين المراه موجوده بس يمكن ما طلعت. لولوة هي البطله، ام ميلولوة هي موجوده، صورتها موجوده اكيد. نعم. يعني وحتى حافظت ان يعني يمكن في البيت ما كثرت الكلام، ما راح تلاقين كلام وايد مكتوب. نعم. بس خليت الصورة هي اللي تتكلم، يعني مثلا صورة الأبو وصورة الأم أحجامهم أكبر من صور العيال كلهم. نعم. وفي نفس الوقت حطيتهم على حائط لحالهم. أبرز مكانة الأم ومكانة الأبو واحترامهم مكانتهم في البيت يعني. نعم. فلا موجودة زي الحمد لله موجودة أمي لولو. والمرة الجاية نشوف مشاعل وتصور مشاعل ان شاء الله. اكيد يشرفني. بعد عقب محمد ان شاء الله. أكيد. طيب نتكلم الان عن نقطه ان ايش كثر الامر مهم، يعني لما انت كمصور لما تجي تصور لقطه تنعكس على نفسيتك، ففي انعكاس من صوره الى نفسيه الشخص المصور. انا اذا بشكر في اطار هذا الموضوع الاستاذه عفرة النعيمي، اقامت معرض قبل فتره، قبل شهور يعني في مشيرب، معرض انعكاس، وكنا نتكلم فيه او كانت تتكلم فيه وكنت انا موجود وحضرتك موجوده، عن انعكاس الانسان تجاه الشيء اللي قاعد يسويه في حياته ايش كثر ينعكس على نفسيته. فانت كمصوره ايش كثر هذا الامر ينعكس على نفسيتك؟ اكيد. اولا احب اشكر الاستاذه عفرة، كان لي نصيب ان اكون احد الضيوف في المحاوره، وكانت اول مره اكون محاوره يعني في هالفعاليه، وكان حوار فني، وكنا نتكلم عن انعكاس الفن على شخصيه. يأثر وايد. كيف يأثر؟ اكيد يعني يمكن في بدايه الحوار لما قلت ان انا اساسا تخصصي اداره اعمال. نعم. وفاينانس وماليه، اكيد اولا خلاني اتجه للتصوير لانه نوع. طيب. من الاسترس وابي شوي أغير نفسيتي، لكن أكيد أعطاني التزام أكثر، أعطاني اجتهاد أكثر. نعم. سعيدين أكثر. سعيدين بما نشهد من خلالك، وسعيدين بوجودك المصورة الفوتوغرافية مشاعل الحجازي. كل التوفيق لك واستمري، وما شاء الله عليك أنت ناجحة، وما شاء الله بتصيرين في أعلى العليين من الفنانات القطريات. في فن جميل، لكن بعد الفاصل.
يا مرحبا أعزائي المشاهدين، حياكم الله في مساء الخميس الجميل اللي دائما احنا نخطط حق الرحلات الداخلية داخل قطر ويا مكثرها، بس احنا اكيد في برنامجنا نركز على الرحلات الداخلية في قطر، بيكون ان شاء الله كل اسبوع ناخذكم في رحلة داخلية. محمد، رحت جزيرة بن غنا؟ والله ما رحت لها للحين، بس رحت نفس المنطقة اللي هي فيها. جزيرة بن غنام لها كذا اسم، لها اسم الجزيرة البنفسجية، جزيرة الخور، هي طبعا في مدينة الخيرة بالقرب من الخور. صح. الجميل فيها أنه ممكن تستخدم الكياك. وقبل، لو بنرجع للزمن القديم، كانوا الناس يوصلون لهذه الجزيرة عن طريق شنو؟ القوارب. يعني على عكس الحين طبعا الوضع اختلف. فالجميل في هذا المكان ان 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 الطبيعه لما تشوفها تستحق التصوير. فضيفتنا قالت ابي مسج، فهذا المسج لو بنروح المكان وبنصوره شنو بيصير؟ بيصير انك قاعد تسوق للسياحه عندنا في قطر. والجميل ان في هالجزيره فيها المنغروف او غابات القرم، وسبحان الله هي يعني غابات طبيعيه من الله، وفيها بعد تلقون فيها جماليات والله العظيم لو تزورونها مرة. أنا صورت في برنامج همسات وخضت هالتجربة بنفسي، كنت وايد مستمتعة. موسم الأول بغابات غابات القرم، نعم، حتى تلقون طيور الفلامينغو. زميلنا عبد الرحمن العمادي راح لجزيرة بن غنام، نشوف مع بعض ونرجع لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا. بدأ الصيف، بدأت الأجواء تصير حارة، فالناس شو تدور على الفعاليات والأنشطة البحرية. فجينا اليوم جزيرة بن غنام عشان نشوف شنو الفعاليات والأنشطة اللي ممكن نسويها في هذه الجزيرة. خلكم معنا. من جزيرة بن غنام اللي موقعها في الخيرة، طبعا وصلنا الحين بعد ما شفنا جولة الكياك. صراحة كانت جولة ممتعة ومتعبة بنفس الوقت. معنا كابتن محمد الحين بيكلمنا عن النشاطات والفعاليات اللي موجوده هنا. السلام عليكم، يعطيكم العافيه. هلا كابتن، شرفتنا كثير النهارده، واهلا وسهلا بكم كلنا. حبيبي تسلم. اول شيء نبي نتعرف على الشركه، شنو هي الانشطه اللي تسوونها وشنو الخدمات اللي تقدمونها حق الزباين؟ احنا بنسوي حاجات كثير جدا للعوائل، واكثر نشاط احنا يعني منتشرين فيه هو رحلات الكياك، قارب الكياك، ودي يعني كل الاعمار بتبدا من عمر سنتين فيما فوق. بنوفر لهم كل اجراءات السلامه زي ما انتم شفتوا في البدايه، احنا بنشرح لهم ازاي طريقه السيفتي. وفي عندنا رياضه ثانيه اللي اسمها الستاند اب بدل، اللي هو بدل ما انت جالس بتبقى واقف بتعمل التجديف. وفي حاجه اسمها الكايت سيرفنج اللي هو بالامواج الشرعيه. تمام. الشركه بقى لها فتره طويله الحمد لله، احنا في المجال ده يعني عندنا خبره طويله وعندنا ستاف كبير مؤهلين، عندنا شهادات تؤهلنا لحاجه زي كده، اسعافات اوليه، شهادات سيفتي، انقاذ بحري. بس والحمد لله هي تجربه زي ما انت شفت امنه، والميه مش غزيره، الميه كلها عمق متر واحد بالظبط. واحنا نعتبر في منطقه من اجمل الاماكن في قطر، منطقه الذخيره بتحطها كلها باشجار الجرب زي ما انت شفت، يعني منطقه كمان تعتبر محميه طبيعيه. تمام. كلها طيور، اسماك، حاجات جميله جدا يعني. يعني ما شاء الله انا شفت ان صجنا في البحر لكن ملتزمين بالاجراءات الاحترازيه والوقائيه وكل هذه الامور. طبعا لو تكلمنا عن الجوله اللي اخذناها الحين من المخيم لين جزيره بن غنم، هي الجوله تستغرق بالضبط حوالي ساعه تقريبا. بنبدا من المخيم، بنديكم التعليمات زي ما انت شفت في البدايه، بننزل كجروب محدد حسب الاجراءات الاحترازيه اللي احنا متحددها من الدوله، وبعد كده بننزل نوصل لحد الجرم الاشجار جوه في الممر اللي احنا وصلنا هناك. بناخد استراحه، بنعرف الناس اكتر عن الاشجار دي، لان سبحان الله شجر اخضر وبيعيش في المايه المالحه، والمايه هنا كمان شديده الملوحه، فبنشرح لهم ازاي بيقدر يعيش ويتعايش في المايه المالحه ديت. وبعد كده بنرجع للجزيره بن غنام اللي بيطلقوا عليها كمان الجزيره البنفسجيه، وبنقول لكم طبعا هي ليه الجزيره البنفسجيه. كابتن محمد، يعني انت في وسط الرحله وقفنا وقعدت تشرح لنا عن الاشجار، فلو تعرف المشاهدين عن الشرح اللي اعطيتنا اياه في وسط الرحله. احنا طبعا من ضمن الحاجات اللي لازم نعملها كل الناس اللي بتيجي بتزور المكان، هم فين المكان ده، عباره عن ايه. احنا هنا في منطقه الذخيره، المنطقه دي بتشتهر بغابات الجرم، هنا اكبر غابه من غابات الجرم في المنطقه دي. المنطقه دي تعتبر محميه طبيعيه. من الناس اللي احنا قبل ما نبدا الرحله بنوعيهم، حافظوا على نظافه المكان. المنطقه دي محميه طبيعيه، ما نلمس ولا اشجار ولا نلمس الاسماك، ما نزعجش الطبيعه البحريه اللي موجوده هنا. احنا بندخل لحد جوه بناخد استراحه، بنعرفهم عن الشجر ده، الشجر اللي اسمه شجر الجرم، ربنا اداله خواص غريبه جدا وسبحان الله بيقدر يعيش في مياه مالحه.
المي هنا شديدة الملوحة. طب ازاي بيتعايش في المي المالحة؟ ربنا خلق له جوه مصنع بيعمل تحلية للمي المالحة وبيحولها لمي عذبة، ولحد دلوقتي محدش يعرف السر في حاجة زي كده. ده حاجة بالنسبة للمي المالحة. في نفس الوقت بيقدر يتأقلم مع المد والجزر. في بداية الرحلة لما جينا هنا المية كان منسوب، المية لو بصيته كان منسوب كان ضعيف جدا. بعد كده المية بدأت تطلع، دي لها علاقة بالجاذبية مع القمر كمان، مع تكوين القمر. لما يكون القمر مكتمل هو الفول مون المد بيزيد والمية منسوبها بيعلى، أما في بداية تكوين القمر بتقل. فإزاي بيقدر يتعايش مع المد؟ ربنا خلق له الجذور، الجذور طلع فوق. لو احنا قربنا للكاميرا إن شاء الله ممكن في مرة تانية هتلاقي زي أنبوب كده طالع من تحت بياخد كل الغازات السامة اللي موجودة في الهواء وبيدينا، تمام، بيدينا الاكسجين. الاكسجين اللي بيطلع من الشجر دوت 5 أضعاف اي نبات بره في البر. فده بيخلي يعني بيجعل المكان هنا منطقه مميزه جدا. الناس اللي عايزه تيجي تعمل ميديتيشن، اللي عايزه تنشئ هواء نظيف جدا وطبيعي ورباني وببلاش، هنا موجود في المنطقه اللي احنا شايفينها دي. يعني مثل ما شفنا مشاهدينا اجواء جدا جميله وروعه وسط البحر والاشجار، شيء خيالي صراحه في جزيره بن غنام في الذخيره. انصحكم انكم تيون تجربون رياضه الكاياك، رياضه تنفع للعائله للاهل، تنفع حق الاطفال حق الكبار، شيء صراحه ونيس وتغير جو. فانصحكم انكم تجون وتجربون هذه الرياضه وتغيرون جو. حياكم الله من جديد. وعلشان الإنسان يكون سعيد يحتاج أنه يسمع شيء يكون بمثابة تغذية سمعية له، ويحتاج أنه يختار الفن ومن أصحاب الفن علشان يدخل لمزاج رايق يحتاجه. فضيفنا الكريم يتميز بهذا الأمر، وبنفس الوقت في تأليف وإيقاع وتوزيع الألحان أو طريقة الغناء والطرب. يدرس في المقابل هذه الأصول في قطر وصار له 10 سنوات. ودنا فعلاً نصبح بالخير على ضيفنا الكريم وهو باحث في مجال التراث الموسيقي القطري الأستاذ ياسين بن خميس العياري. حياك الله. حياكم الله ومشكورين على الدعوة اللطيفة، ومشكورة أيضا وزارة الثقافة من خلالها أيضا مركز الشؤون الموسيقية، مشكورين. مشرفنا أستاذ ياسين، يا مرحبا بك. أكيد لفت نظري أن حضرتك ما شاء الله فنان باحث في الموسيقى في مجال التراث الموسيقي القطري. نعم. ممكن أعرف شو السبب؟ والله سبب بسيط، لأنه يعني التراث الموسيقي الخليجي بصفة عامة والتراث الموسيقي القطري تراث ثري جدا وثري جدا. نعم. يعني مع الأسف غير متعارف بتفاصيله في على المستوى العالم. هذه حقيقة. وهذه واحد. واثنين يعني هو تراث يعني ثري، إيقاعات جميلة فيه فنون تحكي قصص، يعني فن الفجيري يحكي قصة يعني وتاريخ البلد، يعني دق الحب، المرادة، يعني الأشياء هذه الكل. فاهتمامي بالتراث هذا لأنه فيه أشياء جديدة نقدر نتعلمها، وإحنا نعم. دائما نتعلم في أكيد. المجال هذا. أكيد. من جانب أنك صار لك 10 سنوات وأكيد محب لهذه البلد، لكن شلون قدرت أنك تحب الفن الخليجي أو الفن العربي؟ لأن كل بلد لها ثقافتها. صحيح. من ناحية العود والآلات وغيرها. شو اللي تعلمت اليوم من جانب وجودك في قطر من ناحية الموسيقى؟ والله هو بصفة عامة، يعني لما نحكي على المقامات العربية بصفة عامة كل بلد عنده خصوصيات. صح. في الأداء المقام هذا لها آلة، لها آلة ولها آلة، والآلة كل آلة تؤدي يعني المقام هذا بخصوصيته. نعم. فمنطقة الخليج، يعني أنا من شمال أفريقيا، من تونس، من مدينة من تونس، فأشعر وكأنه في تقارب. صح. بين الأداء المقام التونسي والمقام الخليجي. نعم. أستاذ ياسين، شنو أكثر الآلات المشهورة أو المعروفة في دول الخليج وأنت لاحظت أن هي لها كيانها الآلات الموسيقية؟ طبعاً يعني في الآلات نوعين، الآلات اللحنية والآلات الإيقاعية. في الآلات اللحنية يعني آلة العود هي يعني الماستر. هي الماستر في الآلات اللحنية. والآلات الإيقاع كثيرة وكثيرة جداً، المرواز، الطار، فهذه الآلات يعني جميلة جداً. نعم. نبي تقسيمات ممكن يلا. نسمعها في البداية إن شاء الله، وبعدين ندخل في عمق بعض الأغاني. يلا وليهم إن شاء الله. إن شاء الله.
ما شاء الله. الله يسلمك. الناي حزين استاذ ياسين. احنا ثقافتنا العربيه كلها ثقافه عزيزه. احنا نجمل الحزن. تعرف ليش؟ تعرف حاله اللي الفنان يجمل الحزن؟ صحيح. وفي نفس الوقت يعني احنا عندنا يعني مقامات مرحه وعندنا الات مرحه وعندنا الحان مرحه. مش عارف ليش ميولنا يروح للاتجاه. ما ادري ليش الناي بطبعه حزين فعلا وخذنا للماضي ودائما يعني شنو الاله اللي ممكن مشابهه للناي في الخليج العربي؟ هلا الربابة أتوقع لأنه الناي كان من قدم الزمان يعني كانت آلة تصاحب الشعر. وفي نفس الوقت آلة الربابة أيضا معروفة في منطقة الخليج أنها كانت صاحب الشعر. صحيح. فأتوقع حتى صوتها يعني والرانج والرانج تبعها في نفس آلة الناي. يعني نعم. تنفس إذا نروح في اتجاه الصوت هذا. زي الربابة. صحيح. فيها قرابة شوية من آلة الربابة. يعني في أيضا مغنيين نسمعهم ونحب نسمع لهم بشكل مستمر مش لأن فقط صوته حلو طبعا. لأن اللحن راكب على الصوت والكلمة كل أي لكن اللحن هو أساس. متى ما حبيت اللحن أعتقد أنك راح تدخل في مزاج الأغنية. صحيح. يعني كل كلمة حب نحييها معانا ما علينا وكل كلمة العذال نرميها ورانا. أي نعم. ما يهزك ريح؟ ما يهزك ريح. خلنا نسمعها. انتهينا ما شاء الله. احنا بدينا والمشوار طويل. والله اشكرك. ليش؟ لان ابو بكر سالم الكل ممكن يمشي على نهجه وعلى خطه مدرسة. رحمه الله عليه. يعني هو مدرسه في الفن. اي نعم. ليس فقط في صوته. لا مدرسه في الاغنيه مدرسة. والكلمات اللي يختارها في مدرسه بيتم معنى الكلمه. ابي اسال علاقتك في فن وطرب ابو بكر سالم او 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 المغنيين اللي ممكن يطربونك في المقابل من؟ يعني المدرسة القديمة في حقيقة الأمر يعني المدرسة القديمة يعني في منطقة الخليج طلال المداح ما في شك. عبد القادر عبد الكريم. عبد الكريم عبد القادر. نعم. في قطر علي عبد الستار طبعا. صحيح. والجيل الجديد كمان فهد ما شاء الله عليه وسعد يعني سعد الفهد. اي سعد الفهد والقائمة طويلة يعني. صح. ما شاء الله عليك أستاذ ياسين بما أن أنت موجود في قطر ووفي للتراث القطري. شنو أكثر شيء يعجبك في التراث القطري؟ الآلات تحديداً؟ والله شوف يعني في حقيقة الأمر الإيقاعات يعني الإيقاعات يعني لمة الإيقاعية لما يكونوا مع بعض يعني ما شاء الله 12 حدا واحد وكل واحد يمسك آلة وكل واحد يعزف بوليفوني يعني احنا تقريباً هذا يعني نظرية غربية في طريقة عزفهم احتمال مش دارين هم بالموضوع بس كل حدا يعزف شيء وهذا ما نسميه في الغربي البوليفوني يعني. فلمت الكل مع بعض والصوت اللي يطلع منهم والإيقاع اللي يطلع منهم يعني رهيب.
أنا طمعانة من حضرتك أن تعطينا لحن يكون شوي متفائل بما أن الخميس احنا متفائلين دائما، بس يعني احنا هذه ثقافتنا يعني في النهاية، بس احنا دائما ان شاء الله متفائلين دائما ان شاء الله. هذا هو السؤال سعيد يعني. ليش كل اغاني الخليج او اغلبها معظمها الموسيقى العربيه بصفه عامه تميل للحزن اكثر؟ الموسيقى العربيه وهذه الاله اللي معاك الحين، ودي اسال علاقتك فيها ايش كثر، يعني لما تختار اله قاعد تاخذ من نفسك؟ جميل. ليش جميل؟ هو شوف يعني هذا ياخذنا على سؤال كيف نتعلم الاله هذه وليش اخترتها بالضبط. حسب اعتقادي يعني الاله هذه ويعني شأن الالات الاخرى محتاج للعازف انه يبني علاقه مع الاله هذه، يبني علاقه مشان يفهم شنو تفاصيلها، شنو امكانياتها، شنو حدودها، وبالتالي شيئا فشيئا يعني يتعود على الاله هذه ويحب الاله هذه وتعطيه. طبعا تاخذ من النفس ولا لا؟ أكيد. والله هي فيها اللي يعتبرها مديتيشن، يعني هي عباره عن مديتيشن، لانه المديتيشن قائمه على النفس وعلى التامل. ما زلت اطمع ان احنا نسمع لحن يكون كذي فيه ضحكه فيه فرحه. اوكي. شوف انا ممكن اعطيك معادله، يعني انت ممكن تمشي عليها. قول لي. يعني تدرين سعد الفهد شنو قال؟ يقول لك ما جبرتك تبتسم له، هي ما بين الابتسامه وما بين انك تعاتب شخص انه ليش ما يبتسم. يعني انا راح اعزف، خلها هو يختار. انت تاخذها عندك اياها جبرتك. شويه راح نعزف منها شويه، مش مشكل. انت تاخذها يعني بفرحه وتاخذها بحزن، يعني بالانس. احنا نسوي بالانس اليوم. تفضل. يا سلام. اشكرك، جملت الاغنيه صراحه. تاخذها بالفرحه. اخذناها بالفرحه. كلماتها حزينه ولحنها في فرح. طبعا طبعا. شكرا جزيلا لك. مشكورين. استمتعنا كثير بهذه الفقره. كل الشكر لك والتوفيق ان شاء الله استاذ ياسين. شكرا. استاذ ياسين بن خميس العياري من تونس، باحث في مجال التراث الموسيقي القطري، شكرا جزيلا. شلون نحافظ على وزننا ونثبته في فصل الصيف؟ نشوف هذه النصائح ونرجع لكم.
احنا اكيد ننتظر تغريداتكم على الموضوع اللي احنا تكلمنا فيه الاسبوع هالاسبوع اللي هو شنو يا محمد. احنا موضوع للان ما طرحنا سؤال، الاسبوع الجاي ان شاء الله الزملاء حنين وعبد الرحمن راح يطرحون سؤال جديد، لكن سؤال هذا الاسبوع كان شلون تقدر انك تتخلص من عادة تأجيل المهام. في اجابات كثيرة موجودة في تويتر، لكن اخترنا افضل اجابتين. الاجابة الاولى اكتب المهمة في عدة اوراق والصقها في اماكن مختلفة في المنزل حيث انما تنظر الملصق تتذكر المهام. يعني هذه اجابة من فرح خضري وقالت انك لابد تكتبها علشان تتذكرها فيما بعد. اجابة ثانية من مارفا علي تقول اكمل المهام في نفس الوقت واعملها في نفس الوقت، يعني ما لها داعي انك تاجلها من الاساس. اكيد ما لها داعي تاجلها، اذا حطيت المهام الاولويات اكيد راح تنجز. يعني صدق خلاص انت تذكر الشيء في وقته واستوعب ان هذا الامر لابد تنهيه الحين، لما بتخلي له بعدين نفسيتك ما تعرف شلون راح تكون. نفس لما تعطي موعد لشخص واشوفك بعدين، طيب بعدين انت بتكون زين ولا لا، مزاجك جيد او لا، طالما الحين عندك رغبه وتقدر فقدم اللي عليك. ان شاء الله مزاجكم يكون زين وشفتوا حلقتنا وانتم مرتاحين وراضين عنا. ان شاء الله نشوفكم الاسبوع القادم بكل فرح وبكل سرور، نلتقي فيكم ان شاء الله الاسبوع القادم مع زملائنا حنين وعبد الرحمن. ويكند سعيد، الى اللقاء، مع السلامه.